نعمل بقى دلوقتي التشيز كيك. التشيز كيك اللي هو بالكحك، يا جبنه مربعات يا كريم تشيز، وممكن لبنه الجبنه المربعات دي، اللبنه بتاعتها ده هدوبه كده. دي الحشوه ننزل فيها الفانيليا بقى الغامقه، بتفرق كتير عشان ده الحاجه اللي هتسكر لي الوصفه وهتديها قوام حلو جدا، اللي هو اللبن المحلى المكثف. احنا معانا نص كيلو كحك تقريبا او اقل حسب الارضيه، عليهم قليل من الميه المغليه علشان نفتته معانا. للحشوه بقى نص كيلو جبنه مربعات او جبنه لبنه اللي هي بتاعه المربعات دي او كريم تشيز، نص كيلو كريمه لباني، ومعانا كمان علبه لبن محلى مكثف، علبه واحده من اللبن المحلى المكثف. خلاص احنا نزلناها دلوقتي اهو، ومعانا 5 معالق جيلاتين كبيره ممسوحه وميه سخنه عشان ندوبهم فيها تقريبا من نص كوبايه لكوبايه. نحط بقى الكريمه اللباني، لغايه ما كله يتجانس حلو. هنجيب بقى الجيلاتين اهو، الجيلاتين ده بروح مدوبه اللي هو البودره، بدوبه في ميه مغليه حوالي نص كوبايه لكوبايه كده، بس ندوب كويس جدا، يبقى عندنا صبر كده واحنا بندوبه في الميه المغليه، عشان احنا ده مش هندفيه فلازم ده يدوب هنا صح. عاده الجيلاتين بنحطه في حاجه ميه دافيه ونسيبه يشرب، وبعدين ننزله في حاجه تانية سخنه نقعد ندوب فيه. الارضيه هنضربها اهو، هنضرب الارضيه بالشكل ده اللي هو الكحك بالسكر حتى، يعني هو ده من غير سكر لكن لا عادي بالسكر، البودره اللي عليه ما فيش اي مشكله خالص. هنروح ضربينه وهننزل عليه قليل من الميه السخنه زي ما بعمل دايما كده، امسكه واحس ان هو هيمسك معايا، لما بقفل كده بيمسك حلو ويفضل مازال في تفتيته، لان لو هو خد ميه زياده وعجن باظت مبيبقاش طعمها حلو، سواء بسكوت، وينفع على فكره كمان في المعمول مش بس في الكحك، ينفع بالمعمول برضو او اي بسكوت عندنا على فكره. هفرده كده في الارضيه بشكل بسيط كده، نعمله بالشكل البسيط ده بمعلقه كده، نسويها كده بمعلقه بضغط كده ونروح مسويين الاطراف بالشكل ده. خلاص هنا بقى بصوا الشكل بقى عامل ازاي اهو، كريمي وحلوه جدا مع الخفق. بنزل فيها بقى الجيلاتين اللي احنا عملناه، نقلب تاني وخلاص نصبه على ايه هنا على الوصفه بعد ما قلبناه. مهم بس يا ريت ان احنا نصفيه، مهم جدا ان احنا نصفيه علشان الكلاكيع اللي بتبقى فيه من الجيلاتين اهو. يخش التلاجة قد ايه بقى؟ بيخش تقريبا 4 ساعات لغاية ما يتجانس ويمسك معانا. انا دلوقتي معايا التشيز كيك الجاهزة، التانية انا دخلتها خلاص، دخلتها الفريزر كمان عشان لو نلحق. دلوقتي بس عايزة افك ده هنا من الاطراف، نحط ده بقى عليها بقى كده اهي، اللي بالايه بالكحك من تحت، بالكحك بقى او معمول او اي نوع بسكوت انتوا عايزينه. هحط بس الكحك كده ايه زينه على الوش عشان يبقى معروف بس في الصوره ان ده بيتعمل بالكحك، بس انتوا تزينوه بقى زي ما تحبوا، مش لازم يعني يتحط الكحك كده على الوش، دي حسب الرغبه.